خبر آخر وكبسولات النوم. نشر موقع سكاي نيوز خبر عن كبسولات نوم وهي الأولى من نوعها في العالم، طرحتها شركة طيران نيوزيلندا بهدف منح ركاب الدرجة الاقتصادية مزيداً من الراحة خلال الرحلات. وسيتم تزويد طائرة دريم لاينرز بستة أسرة تحتوي على ستائر ومنافذ شحن، ويمكن للمسافرين الاقتصاديين حجزها لمدة 4 ساعات في المرة الواحدة على الرحلات الطويلة، وهي الخطوة التي قد تغير قواعد اللعبة بالنسبة لتجربة السفر الاقتصادي. هذه مشاهدينا كانت جولتنا الأولى معاكم، ولكن أكيد مكملين بعد الفاصل. الفن والموسيقى والألوان تتحول إلى لوحات تفاعلية مع محمد بن ياسين.